اهلا بيكم في حلقه جديده على قناه لايف زوف دوكز. بحييكم وبحيي كل مشتركين القناه. النهارده موضوع حلقتنا عن عقاب الكلب. طبعا كل شيخ وله طريقه في تربيه وتعليم الكلب سلوكيات معينه، وكمان بالاخص موضوع العقاب اللي هو موضوع حلقتنا النهارده. في ناس عندها عاده انها لما بتيجي تعاقب الكلب بتصرخ في وشه او تزعل، وفي ناس عندها عاده انها ممكن تضربه، وفي ناس ممكن تجيب عصايه مثلا وتبدا تضرب الكلب. كل واحد وله طريقة بيتعامل بيها مع الكلب، لكن الطريقة العنيفة اللي اتقالت في الثلاث حاجات دول دي طبعا طريقة مش صح خالص، لان الكلاب عموما في حياتهم بيتعلموا عن طريق التجربة والخطأ. بمعنى ايه عن طريق التجربة والخطأ؟ يعني الكلب في حياته الطبيعية مثلا لو لقى قدامه حاجز، والحاجز ده عبارة مثلا عن سلك، والمفروض ان هو هيجرب يعدي المكان ده. لو السلك ده متكهرب وجي الكلب حاول يقرب منه ولمسه والكهرب، الكلب مش هيحاول ان هو يقرب منه مرة تانية نهائي، لانه هيخاف من اي سلك بعد كده حتى لو السلك التاني ده مش متكهرب. فهتبقى بالنسبة له التجربة اللي جربها كان فيها الخطأ اللي هو الكهرباء اللي صعقت الكلب، فخلته بعد كده بدأ يخاف من الاسلاك عموما. طيب دلوقتي انت لما بتعامل مع الكلب لما بيعمل شيء خطأ وتبدأ ان انت تضربه، في الحالة دي هو بياخد انطباع عنك انت شخصيا ان انت مصدر خوف او قلق بالنسبة له. فبتلاقي الكلب مجرد ما بيشوفك ممكن تلاقيه عمال بيبيع على نفسه، ممكن تلاقيه ودانه نزلت كده لتحت وتلاقيه نام في الارض. انت تحاول تلعبه تلاقي الحكايه بالنسبه لك صعبه، وبعدين خصوصا لما تيجي تنادي على الكلب مثلا وبعد كده تعاقبه، لما تقول له تعالى وبعدين تبدا ان انت تعاقب الكلب، في الحاله دي هتلاقي ان الكلب بعد كده ما عادش بيجي لك. لما تيجي تقول له تعالى مش هيجي. طب هو ما بيجيش ليه؟ ايه اللي حصل؟ ما هو دلوقتي انت خلاص عودته ان انت لما بتمد ايدك عليه او بتزعق له بتناديله الاول وبعد كده بتبدا ان انت تعاقبه. طب ما احنا بنعلم الكلب علشان تعرفه على اسمه او تعلمه امر قام، بتبدا ان انت تنادي للكلب وبعد كده بتكافئه. هو لما بيبقى عارف ان في مكافاه بياخدها فبيجي لك. طيب لو المكافاه اللي هياخدها دي هتبقى بالنسبه له ضرب، اكيد مش هيجي لك وهيتعود ان انت بالنسبه له مصدر اذى. طب انا دلوقتي عندي مشكلة، طب انا دلوقتي الكلب بيعمل قدامي حاجة غلط، هعمل انا ايه يعني؟ اعاقبه ازاي؟ طيب دلوقتي هنشوف ايه السلوك اللي انت مثلا ممكن تقع فيه وتحاول ان انت تعاقب الكلب على اساسه، فهتعاقبه ازاي؟ دلوقتي مثلا عندك مشكلة زي مثلا مشكلة العض، الكلب عندك بيعض ودي مشكلة عندك كبيرة. هتحاول ان انت تشوف ايه السلوكيات اللي بتخلي الكلب يمتنع عن العض. يعني مثلا الكلب طول ما هو جعان عموما مش بيعض، مش هيحاول يعضك نهائيا، لان هو عارف ان انت اللي هتجيب له الاكل، فهتلاقيه طول الوقت بيمشي معاك وبيلف حواليك، فهتلاقي حكاية انه يعضك دي صعبة جدا. لكن فكرة ان انت مجرد انك تديله اكل وتشبعه من الاكل تمام وزي الفل، هو في الوقت ده هيحاول ان هو يلعب وهيبدأ ان هو يعض. طيب انا دلوقتي عرفت ان نسبة الاكل لما بتكون قليلة شوية مش هتخليه يعضني، انا هقلل له نسبة الاكل لكن مش هضربه او مش هديله اكل زيادة ان هو يعضني وبعد كده ابدأ ان انا اضربه. طب انا اديته نسبه معينه وبدا برضو ان هو يعضني، في الحاله دي انا ممكن اعمل ايه؟ في الحاله دي انا ممكن ادربه على اساس ان هو ياخد مكافاه لما ما يعضنيش. يعني هتبقى الموضوع العكس، يعني انت مثلا في بعض التدريبات بتعلمها الكلب ان هو يعض في مرحله معينه من عمره، ولما بيبدا يعض انت بتبدا تديله مكافاه. طيب ايه اللي هيحصل لو انا عملت العكس؟ يعني انا عايز الكلب مثلا ما يعضش، فلما بقعد قدامه وهبدا ان انا اعلمه ان هو ما يعضش، اول ما الاقي الوهله الاولى بالنسبه له ان هو، اول ما انا قلت له مثلا بس هو بدا يعض في ايدي وقلت له بس فسكت، فانا كافئته وطبطبت عليه وما زعقتلوش، كافئته ان هو سكت. بالتكرار مع الكلب هو هيتعود ان هو لما بيسمع كلمه بس هو مش هيعض، هو خلاص كده هيفصل العض ومش هيعض لوحده لانه عارف ان هو هيتكافئ. مع الوقت الجرو وهو صغير طبعا ما بيبقاش فاهم المعنى الحرفي للكلمه، لكن التكرار الكتير بيعلم الكلب ان هو مقصدك من الكلمه دي ان هو يبطل يعمل الخطا اللي هو بيعمله. في الحاله دي هتلاقي الكلب مجرد ما بيسمع كلمه بس اللي انت ربطتها له مع كل الاخطاء اللي هو بيعملها الكلب، هتلاقيه بدا يمتنع عنها لوحده تلقائي من غير ما انت تضربه او تاذيه. هو مجرد ما بيسمع كلمه بس خلاص هو بالنسبه له كده لازم يفصل عن الجزء ده، لانه عارف ان الجزء ده مشكلة تانية ممكن تقابلك وتحاول ان انت تعاقب فيها الكلب. انا هقول لك حلها برضو طبعا. الحاجات دي انا بقول لك كمثال، لكن انت المفروض ان انت تشغل دماغك مع الكلب شوية وتحاول ان انت تحل المشاكل اللي بتقابلك عن طريق
حل منطقي مش عن طريق ان انت تضرب الكلب او تعاقبه ان هو ما يعملش الخطأ ده. انا دي الطريقة اللي انا بستخدمها، لكن انت لو شايف الطريقة اللي انت بتعملها ضربت بيها الكلب مثلا ولقيته هو بالنسبة لك بيسمع كلامك بالطريقة دي، طبعا دي حاجة ترجع لك، شايف ان هو مش بيسمع كلامك، حاول ان انت تغير الفكرة وجرب الطريقة بتاعتي يمكن تعمل معاك نتيجة. المشكلة التانية اللي ممكن تقابلك صناديق القمامة او الزبالة اللي بتبقى موجودة قدام باب الشقة. ساعات الكلاب اللي انت بتربيها بتروح تفتش فيها وتقلبها وتنشر الحاجة اللي فيها على الارض، وطبعا دي بتبقى مشكلة كبيرة، ولما الواحد بيشوفها بيحس ان هو اتجن وبيبقى عايز يمسك الكلب يعجنه. علشان تحل المشكلة دي فيها كذا حل، لكن الحل الابسط والاسهل والاسرع شوية فينيك. طبعا فينيك معروف ده موجود في المستشفيات بيمسحوا بيه الارضيات والحاجات دي، ممكن تشتريه من عند اي محل بتاع منظفات وهتبدا ان انت ترشه جوه صندوق القمامه. الفينيك والنفتالين الكلاب بتكره ريحتهم جدا، فمش هتحاول انها تقرب للمكان ده طول ما في الريحه دي. طبعا ممكن تستخدم الحاجات دي في اي حاجه انت عايز الكلب يبقى بعيد عن انه يلمسها. طيب مفيش حاجة تانية اقدر ان انا اتعامل بيها مع الكلب غير ان انا لازم ادربه عكس الشيء اللي هو بيعمله. في حاجة انا بستخدمها برضو، الحاجة دي هتجيب معاك نتيجة كويسة جدا، بس لازم تلاحظ فيها سلوك الكلب. انا عندي الكلب لاسي هي متعودة على الحرية ودايما انا بسيبها، اما بتتربط بتحس بالحزن وبتتضايق. انا لما بتعمل هي اي اخطاء وبحاول ان انا اعاقبها ممكن اربطها، بقول لها مثلا بس على الخطأ اللي هي بتعمله، ان ما ارتجعتش عنه او ما رجعتش عن الخطا ده ببدا ان انا اربطها. هي اما بتعرف انها الرابطه دي جت بعد كلمه بس هي بتفهم ان ده عقاب. بتكرار الموضوع هي اما بتتربط بتعرف انها بتتعاقب. في الحاله دي هي بتمتنع عن الخطا اللي بتعمله نهائيا، ما تحاولش انها تعمله مره تانية. ممكن تحبس الكلب، تحبسه برضو بعد لما تعرفه الخطا بتاعه. يعني مثلا هنقول انت بتدرب الكلب دلوقتي وفجأة انت لقيته بدأ ان هو يمتنع عن التدريب، وطبعا امتناع عن التدريب ده ليه اسباب، يعني مش لازم ان انت تلاقي الكلب امتنع عن التدريب يبقى لازم هضربه او لازم ان انا هعاقبه، لا، في اسباب انت ممكن تعملها نفسك تخلي الكلب يمتنع عن التدريب. يعني ان انت تطول مدة التدريب زيادة عن اللزوم فتلاقي الكلب زهق، انك تكون مأكل الكلب كويس جدا وهو شبعان فمش هيسمع كلامك. لازم تبقى عارف ايه السبب اللي خلى الكلب يمتنع عن التدريب. لكن تلاقي مثلا انت بتعلمه حاجة وهو فجأة كده ما بقاش يسمع كلامك وحاول ان هو يفرض شخصيته عليك، هتبدأ ان انت تاخد الكلب تحبسه، هتسيبه 10 دقايق او ربع ساعة، بعد كده ترجع تاني تخرجه وتبدأ ان انت تدربه مرة تانية. ما جابش نتيجة هتبدأ تحبسه مرة تانية وتستنى 10 دقايق وترجع تدربه. التكرار اللي انت بتعمله مع الكلب والفترة اللي انت بتسيبه محبوس فيها هي بتعلمه ان هو بيتحبس علشان بيتعاقب. دي اساليب العقاب اللي انا بستخدمها ودي الحاجات اللي انا بعملها مع الكلاب بتاعتي. اي خطأ ممكن يصدره الكلب قدامك ويضايقك، طبعا ساعات بتكون رد الفعل من البني ادم ان هو صوته يعلى يضربه، الحاجات دي كلها حاول ان انت تسيطر على نفسك فيها. ساعات بتبقى شيء تلقائي لا إرادي، لما بيكون الكلب عمل شيء مؤذي جدا بالنسبة لك بتتنرفز، ده شيء طبيعي وممكن تحس ان انت عايز، يعني كل واحد بيبقى له رد فعل، لكن حط في دماغك ان هو مهما كان حيوان ومش هيفكر زي ما احنا هنفكر، زي ربنا ادانا عقل. لازم تكون انت الأذكى ولازم تحاول ان انت تحل المشكلة بشكل أبسط وأسهل، وكمان تأكد ان دي روح ربنا يحاسبك عليها بلاش تيزي. يا رب نكون استفدنا بحلقة النهاردة، واشوفكم ان شاء الله على خير في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.